أقسام العقد ينقسم العقد من الناحية الوضعية إلى عقد صحيح وإلى عقد غير صحيح. العقد الصحيح هو الذي استوفى أركانه وشروطه التي وضعها الشارع ولم يرد نهي عنه، أو هو كما يقول فقهاء الحنفية ما كان مشروعا بأصله ووصفه. أما العقد غير الصحيح والذي اختل فيه أمر من الأمور التي وضعها الشارع، سواء أكان ذلك في أركانه أم في وصف من أوصافه كبيع الميتة والدم ولحم الخنزير.